أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لست على الجادة، هذه جادة المنافقين، هم الذين يلتمسون العيوب لأهل الإيمان وأهل العلم ويشيعونها. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فليس من الحكمة ولا من العلم ولا من الدين أنك تتصيد الأخطاء يا أهل العلم وتتناسى ما عندهم من الفضائل وما عندهم من الخير. لا نقول أنك لن تجد أخطاء للعلماء، ستجد لأنهم ليسوا معصومين، ولكن إذا وجدت ما هو الحل أنك تشيعها على الناس، تظهرها للناس أو تؤلف فيها كتابا. الحل أنك تعملها عمل سري وتدفعها لمن أخطأ، تعطيها إياه، تقول لها أنت أخطأت في الكلام الفلاني والكلام الفلاني، وربما تكون أنت المخطئ، ربما يكون فهمك هو الخطأ. لكن مع هذا نقول ادفع من رأيت عليه خطأ، ادفع له خطأه سريا، إما بالمشافهة وإما بالكتابة، وتبرأ ذمتك بذلك، ولا يطلع الناس على هذه الأمور والعامة والشباب وصغار السن. هذا ليس من الحكمة ولا من المصلحة. نعم.